يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جلستي عمل في إطار فعاليات قمة البريكس في مدينة قازان الروسية. ويستعرض الرئيس السيسي خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا، خاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول. كما يركز الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة ولبنان وخفض التصعيد وتفادي الممارسات والإجراءات التي من شأنها أن تدفع بالإقليم نحو مزيد من التأزم. كما اتفق الرئيسان خلال جلسة مباحثات على هامش قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل لما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليميا ودوليا. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة فضلا عن دعم لبنان وتأكيد احترام سيادته وأمنه واستقراره. كما بحث الرئيسان عددا من القضايا الدولية الملحة من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعي للحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات من خلال الحوار على النحو الذي يحفظ السلام والأمن الدوليين ويصون مقدرات الشعوب. استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة، وانتشلت أطقم الإسعاف الفلسطينية جثامين شهداء وعدد من المصابين في قصف الاحتلال على شرق حي التفاح ومشروع بيت لاهيا ودير البلح وغيرها من المناطق. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تسعى لإنهاء الصراع في غزة وإعادة المحتجزين إلى منازلهم، كما تركز على عدم انتشاره وتوسعه. وأكد بلينكن ضرورة وصول المساعدات إلى قطاع غزة في ظل تلك الأزمة الإنسانية. شهد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهيئة تنمية الصعيد لتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد. وأكد الوزير أهمية تضافر الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة في صعيد مصر، خاصة وأن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية التي تجعل منه منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار. استقبل نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار وزير الصحة القبرصي مايكل دافانيوس والوفد المرافق له على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية BHDC24. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الصحية، وكذا تدريب الفرق الطبية عبر برامج تدريبية متخصصة وفقا للمعايير العالمية بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. عقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض اجتماعا مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مناقشة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في جميع المحافظات. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية المبادرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة. من جانبها أكدت وزيرة البيئة على العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال 7 سنوات.
زار وزير الإسكان والمرافق شريف الشربيني مصنع شركة تريبوسن التركي لتصنيع الطلمبات للاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الطلمبات، وبحث فرص نقل وتوطين صناعة الطلمبات اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. كما ناقش الوزير مع مسؤول المصنع آليات ضبط الجودة والاختبارات التي يتم إجراؤها على الطلمبات وقدرات المصنع الإنتاجية في تركيا وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار المطلوبة للطلمبات.